قرية المزرعة بريف حلب، حدثنا عن تفاصيلها، ما حصيلتها حتى اللحظة؟ نعم، أفاد الأهالي في الريف السفير عن ارتكاب قوات النظام مجزرة مروعة عندما اقتحمت قوات النظام بلدة المزرعة الواقعة بريف السفيرة شمال خناصر. وأكد الأهالي الناجون من المجزرة أن أكثر من 50 شخصا حتى الآن تم إعدامهم بالرصاص ثم حرقهم ورمي بعضهم بالآبار الموجودة بالقرية، كما تم إحراق جميع منازل القرية واغتصاب عدد من نساء القرية. وقد نزح أهالي البلدات المجاورة من هذه البلدة خوفا من تكرار هذه المجازر في بلداتهم. أما في ريف محمد، حلب فقط أيضا، حتى نفهم منك بشكل أكثر، هؤلاء الذين تم إعدامهم ميدانيا وبلغ عددهم حوالي 50 شخصا، هل ينتمون إلى عائلة واحدة مثلا، إلى عشيرة واحدة؟ يعني ما هو وضعهم تحديدا؟ نعم، هم ينتمون إلى قرية واحدة. النظام اقتحم هذه القرية وقتل من فيها وأعدم من فيها ميدانيا. هم من نفس القرية، قرية المزرعة شمال خناصر بريف السفيرة. طيب، أيضا كان الثوار محمد قد أرسلوا نداءات استغاثة للجيش السوري الحر لإمدادهم بمساعدات للوصول إلى تلك المنطقة نظرا للموقع الاستراتيجي كما قال هؤلاء، هل فعلا وصلتهم أي مساعدات، أي معونات؟ أقصد هنا طبعا، هل تم إرسال ثوار آخرين إلى موقع المجزرة؟ نعم، لم يتمكن الجيش الحر ارسال قوات كبيره الى منطقه السفيره لفك الحصار ولمساعده السوار الموجودين هناك، لا بالجنود ولا بالذخيره. يعني شهدنا نقص في الذخيره ونقص في عناصر الجيش الحر، مما ادى الى اقتحام النظام لهذه المناطق في منطقه السفيره. في أيضا تحذير من مغبة وصول جيش النظام إلى معامل الدفاع، هكذا حذر الثوار، هل في أي تحركات ربما تفصح عن نية النظام الدخول إلى معامل الدفاع؟ نعم، يعني منذ فترة طويلة والنظام يحاول تكبير قوته في نقطة معامل الدفاع في منطقة السفيرة. نقطة معامل الدفاع هي من أكبر النقاط في الريف حلب، يعني تضم العديد من قوات النظام فضلا عن العديد من الآليات العسكرية وعناصر حزب الله. النظام يحاول حشد أكبر قدر ممكن من العناصر والآليات ليفك الحصار عن المناطق القريبة من معامل الدفاع مثل مطار كويرس وغيرها من النقاط العسكرية التي يحاصرها الثوار حتى الآن. ماذا عن سقوط صاروخ أرض في حي الحيدرية محمد؟ لا يزال النظام يقوم بقصف الأحياء في مدينة حلب، ووقع عدد من الجرحى في جامع المستغفرين في حي الصخور. أيضا جرت اشتباكات في الخالدية وفي الأشرفية، وقام الجيش الحر بقصف حي سليمان الحلبي بقذائف الهاون. أما بالنسبة لحي الحيدرية فسقط صاروخ على هذا الحي وسقط ثلاث شهداء على الأقل، لا يزال الشهداء تحت الأنقاض في هذا الحي، وهناك عدد كبير من الجرحى لم يتسنى لنا التأكد من الحصيلة النهائية نتيجة سقوط الصاروخ في حي الحيدرية في مدينة حلب. التطورات الكبرى كانت في ريف حلب وفي مطار منغ بالتحديد، حيث تم تفجير ضخم لمباني الضباط في هذا المطار ناتج عن عملية استشهادية داخل هذه المباني. كان ذلك في الساعة الخامسة صباحا، حيث جرت اشتباكات عنيفة أيضا في مطار منغ العسكري أسفرت عن تدمير دبابة من نوع T-72 لقوات النظام، كما استطاع الثوار تدمير طائرة مروحية كانت تحوي على عدد من العناصر والذخيرة، وأيضا استطاعوا قتل العقيد محمد حمود وهو يحاول الهرب من مطار منغ العسكري. شكرا لك محمد الهادي على كل هذه المعلومات. من حلب ننتقل إلى العاصمة دمشق الآن، حيث هز انفجار ضخم حي المزة 86 في وقت وقع فيه